هم بده يهجموا على الخالصه، على مبنى الخالصه، يحرقوها بهدف ويمسكوا الجزيرات المولوتوف ويزتوها علينا، يعني ممكن تقتل يعني. انا واللي كانوا معي اعتبروا انه والله هذه هي النهايه، النهايه تصور هذه هي، انت شعرت ان هذه النهايه بعد كل هذا التاريخ. فتخيل انت، انا عم بسمع بالميكروفونات المخاطب لاحمد جبريل، انت يا احمد جبريل بدك تنزل وسنحاسبك حسابا عسيرا، انت كذا. بعد انا اتخيل انا اللي وصلت الى هذا العمر باربع خمس عقود من الزمن وانا عم قاتل هذا العدو الاسرائيلي، هكذا تنقلب الناس علينا؟ ماذا حدث؟ إذن هي فلسطين، وإن طال الزمن درب آلام لكل نبي استشهد أو ينتظر. فلسطين القضية في شتات المخيمات على جبهات القتال، خلف الكواليس وأمامها حكاية يرويها مقاتل عاصر كل محطاتها، أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، يقدم لكم فلسطين كما يراها عبر سيرته الطويلة والانخراط في العمل الثوري العسكري والسياسي، لنشاهد معا التحولات والصراعات، التشابكات والمؤامرات، الانكسارات والانتصارات كما يرويها. والدي فلسطيني من يازور، تبعد عن يافا 3 كيلومتر تقريبا على طريق القدس، ووالدتي سورية، شرخسية الأب وشامية الأم. والدي كان يملك سيارات خصوصية في عام 1935، والدينا كراج للسيارات، لسيارات يعني عائلة ثرية. وبيتنا حتى هذه الساعة اليهود لم يهدموه لأنه جميل، وعلى طريق يافا القدس كانت تحيط بنا 3 مستعمرات إسرائيلية، وكانت دوما نحن يعني آبائنا والأكبر مني عمرا في الاشتباكات مع هؤلاء الإسرائيليين. تستغرب أنا عمري كان دون العاشرة، كانوا يجدونني هؤلاء المجاهدين بينهم، فلم تكن العلاقة سليمة. وأنا أسف أقول أنه عندما أرى مذكرات بعض القيادات الفلسطينية يقول علاقتنا كانت علاقة حسنة مع اليهود في عام 8 قبل عام 48، هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، كنا متنازعين متصادمين مع بعضنا البعض، هذا ما أذكره جيدا أنا في طفولتي. كنت أشاهد تلك المعارك وأنا أشاهد، وخاصة بيتنا على الطريق الرئيسي ما بين تل أبيب والقدس، فكانت قرية يازور تقطع هذا الطريق، ويضطر الإنجليز أن يرسل قوات ليفتح هذا الطرق لتمر القوافل الإسرائيلية. يعني أنا والدي مثلا كان يخرج مساء للكمائن، كان عنده في البيت اللي هو رشاش ستن، هذا اللي هو رشاش بسيط يعني مسدس رشاش، ومعه مخزنين من الذخيرة. وأذكر جيدا أن والدي اشترى لي مسدس لعبة، فكنت أوضع على الجدار سلم وأستنى لما القافلة بدها تمر أمسك المسدس تبعي بلش أضرب وأنا أطفل في هذا الموضوع. من تلك السنوات بدأ العمل العسكري عند أحمد جبريل. هذا في شهر 5، وكانت لا تزال عبارة عن مناوشات بسيطة كتير في درعا، وهذه درعا البلد يفصلها عن درعا المدينة جسر، لكن بعد الجسر يأتي مخيم
اسمه مخيم النازحين، نزحوا من الجولان، ولاصق له مخيم للفلسطينيين تعداده بحدود 8000 عدده. تجاوزوا الجسر وبدأوا يدخلون باتجاه مخيم النازحين، ودخلوا المسلحين وأسقطوا مخيم، وهجر 7-8000 فلسطيني، انضم إلهم أعداد بسيطة جدا، 60-70 واحد. فأنا عرفت أنه الكرة ماشي، لأنه في ضمن البرنامج الإسرائيلي الأمريكي تهجير الفلسطينيين اللي موجودين في سوريا إلى المهاجر الخارجية، وأعطيت التعليمات للدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا لاستقبال الفلسطيني فورا اللي جاي من سوريا، وأعطاه حق اللجوء ومن ثم ينعطى الجنسية. هذا شيء، شو السبب؟ سبب هو حقيقة لشيء اسمه حق العودة، لأنه هؤلاء الموجودين في هذه المخيمات هم مصرين أن يبقوا في هذه المخيمات لأنها تمثل رمزا من أجل حق العودة. في العام 1920 أقرت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على سوريا الجنوبية والتي تشمل الأردن وفلسطين، وفي عام 1948 قامت عصابات الهاغانا وشترن وغيرها من العصابات الصهيونية المدعومة من المملكة المتحدة بالهجوم على مدن فلسطين وقراها، وتم قتل الآلاف وتهجير معظم الأهالي فيما عرف لاحقاً بالنكبة. في هذه الحلقة أحمد جبريل يتحدث عن معاينته لهذه المرحلة وعن تجربته في سوريا والانخراط في الجيش السوري لاحقاً وبداية العمل الثوري المسلح في خمسينيات القرن الماضي. وننتقل في الزمن إلى مشهد معاصر لنستعرض الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 وملابسات ما حدث في مخيم اليرموك واستهدف تنظيم الجبهة الشعبية القيادة العامة بشكل محدد. حقيقة نحن فوجئنا في يوم من الأيام كأسرة بأن دورية من البريطانيين أتت وطرقت الباب وطلبت الوالد، وقالوا له لدينا تعليمات عليا من بريطانيا من وزارة الخارجية أن ابنة أخت صبر العسلي وكان وزيرا للداخلية في سوريا، هو خال والدتي، خال والدي، ويطلب فيها إجلاء، يعني إجلاءنا من يازور. فتشاورنا مع بعض، هل نذهب باتجاه اللد أم نذهب باتجاه سوريا؟ إحنا كأطفال فضلنا، أنا وأختي أكبر مني سنتين، أنه كنا ندعي لله أنه نروح باتجاه سوريا الأخوان، مش باتجاه اللد، حيث الأخوان الأخوان. وذهبنا إلى مطار اللد وركبنا الطائرات معنا والدنا إلى مطار بيروت، ومن مطار بيروت كانت السيارات عم تنتظرنا إلى دمشق من أخواننا. والدي عندما وصلنا واطمأن علينا رجع إلى قرية يازور وحمل السلاح أركي، وانقطعت أخباره عنا 9 أشهر لم نعرف أنه حي أو ميت. وسقطت يافا وسقطت يازور وسقطت سلمة والقرى، وكل الناس لجأت إلى اللد والرملة، وكان الجيش الأردني موجود باللد والرملة. ثم أعطي أمر للجيش الأردني من الملك عبد الله، أمير عبد الله كان أيامها، أنه ينسحب من اللد والرملة، الانسحاب المشهور، لأن قرار التقسيم اللد والرملة هي من حصة اليهود 49 الذي صدر في العام الذي انسحب، وبقي الفلسطينيين في اللد والرملة مساكين بدون لا سلاح ولا عتاد
والجيوش تركته. في 2011 في شهر أيار 15 أيار، ذكرى احتلال الإسرائيليين لفلسطين في عام 48، فصار الاتفاق فيما بيننا جميعا أن نذهب إلى الحدود. وكانت يعني تجربة ناجحة جدا بكل المقاييس، عشرات الألوف من أهلنا من شعبنا ومن الإخوة السوريين ذهبوا وكنا معهم. طبعا تحرك الناس واتفقنا في لبنان وفي سوريا أن يتم التقدم إلى الحدود الفلسطينية. لأول مرة الإسرائيلي أنا أشاهده بأم عيني، الإسرائيلي ما عم بيقدر يطلق النار إلا بين رجليه، وأنا بعت 4 شباب بيناتهم شاب اسمه أبو النورس تلفتاح ثغرة بحقل الألغام، فتحوا ثغرة ونقلوا من اللي بده يفوت على فلسطين يفوت. وحتى البعض منهم اخترق الجدار وحقل الألغام ودخل إلى مجدل شمس، والبعض وصل إلى يافا. أسلوب وتكتيك جديد أنه ناس مدنيين يأتون بدون سلاح ويدخلون إلى هذه المنطقة. أنا بنفس الليلة الساعة 4 الصبح بيتصل لي مندوب أمني بدولة عربية بيشتغل عند أحد القيادات الفلسطينية، بيقول لي الإسرائيليين طلعوا من هلأ من عنا بالضبط الساعة 4 الصبح. قلت له إيه؟ قالوا له لهالقائد الفلسطيني نحن لا نريد أن نعمل كورتاج إسقاط حمل بالحدود، نحن نريد أن نزرع لولب لمنع الحمل بالحرف نقلية. مستوى وحالة الإرباك عند الصهاينة وصلت إلى درجة أنه ركبوا بالباصات وذهبوا إلى يافا ولم يشعروا بهم، لأنه كانوا مشغولين الصهاينة بمواجهة الحشود الهائلة لشاحة الشيك السياج وحقل الألغام. ما بدنا بالخزان البشري يطلع شيء، وقال لي بده يصير شيء على الخالصة. جبت 10 بنادق من معسكر عين الصاحب و10,000 طلقة ودخلتها إلى قسم الأمن والعسكر بالطابع الأول في الخالصة. أتت بعد 15 أيار، أنتم تعرفوا إجت مناسبة 5 حزيران، بعد أيار بيجي 5 حزيران ما هيك ولا لا؟ بدأت جماهيرنا تغلي، المنظمات الفلسطينية والجماهير والمخيمات، إنه لماذا لا نكرر التجربة على أكبر بخمس حزيران؟ وصلنا معلومات لنا وللإخوة في حزب الله أن الإسرائيليين أخذوا احتياطاتهم وسيطلقون النار على هؤلاء المدنيين قبل وصولهم إلى السياج بمئات الأمتار ويقتلوهم هناك. والإخوة في القيادة السورية أبلغونا رسمياً أن انتبهوا، العدو الصهيوني بين 15 أيار و 5 حزيران هو يحضر لمجزرة. ودرسنا هذا الموضوع، ونحن كتحالف أخذنا أنه إحنا أن نوقف هذا العمل في 5 حزيران، واتفقنا مع الإخوان في حزب الله أنه والله تبقى المناسبة لكن يغير المكان. لكن هون طلعنا احنا بيان كقوى فلسطينية نحذر فيها في عدم الذهاب إلى الجولان، وخاطبنا شعبنا في الإذاعة، إذاعة القدس، وحتى عبر وسائل الإعلام السورية وكل الوسائل المتاحة، أنه ناشدنا الشعب أن لا يذهب أحد إلى الجولان لأنه العدو يحضر لمجزرة، وهذا الأمر معلن. في 5 حزيران
صباحا اتصل فيها احد كبار مسؤولي الاجهزه الامنيه في سوريا، الله يرحمه آصف شوك، قال لي يا ابو جهاد شو السيارات هاي والاف الناس يتحركون باتجاه الجبهه؟ قلت له مو صحيح هالكلام، ما كان ما في هيك. قال لي انا عم بحكي معك، والان طلعوا وصلوا على خان الشيخ ومتوجهين باتجاه. قلت له امنعوهم في منطقة سعسع. قال كيف نمنعهم وهؤلاء عشرات الالوف من الناس؟ وصلت الباصات الى هذه الحواجز، تجاوزت الحواجز والتفت عن الحواجز. هلا في معلومات، كان في معلومات في بعض المتورطين، كان من الاشخاص من الشخصيات الفلسطينيين هم مولوا هذه الباصات بصراحه. يعني احداهن قيل لنا انه ذهبت الى الامارات، خرجت من سوريا، واخرين يعني هناك يوجد يد عملت على هذا، دفعت الفلوس ليذهبوا الناس. وكأنها أشباح في الخفاء، كانت في أشباح في الخفاء تعمل. وهذول فكرت الناس إنه والله خلص يعني هذا الموضوع مثل 15 أيار. وقبل أن تصل الأسلاك الشائكة بمئات الأمتار فتح العدو الإسرائيلي النار على هؤلاء المتظاهرين العزل المدنيين، فاستشهد 24 شهيدا ومئات الجرحى. 24 شهيد زادوا فيما بعد نتيجة استشهاد بعض الجرحى 27 شهيد. في اليوم التالي تقرر تشييع الشهداء، في بعض الشهداء من مخيم خان الشيح وصلوا إلى خان الشيح وشيعوا بمسيرة محترمة وهادئة وبلا ضجيج وبكل المهابة في موكب تشييع للشهداء. جاء بالباقي إلى مخيم اليرموك، بدهم يندفنوا في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك. ففوجئت أنا أن مخيم اليرموك بكامله خرج لاستقبال هؤلاء الشهداء، وحي الميدان. هذا ليس غريب طبعا. كنت أنا على وشك أن أغادر إلى المخيم، وكذلك أخي أبو جهاد كان موجود في مكان يريد أن نلتقي بالمخيم. يتصل بي المرحوم أبو موسى قائد حركة فتح الانتفاضة، يقول لي أنا جئت مبكرا إلى مسجد جامع الوسيم في المخيم حيث سيأتوا بالشهداء للصلاة عليهم، وأنا بناجدك وقول لأخي أبو جهاد وكل أنه الآن لا تأتي ولا يأتي أحد. تقول لماذا؟ قال لي أنا هربوني جماعتي من باب جانبي لأنه حالي من الفضاء، والرعاع دخلوا إلى المسجد بأحذيتهم، البعض منهم يعني بصراحة سكران، البعض منهم محبحب يعني يتعاطى الحبوب، يحملوا نعوش الشهداء. حتى خطيب المسجد وقف على المنبر يناشدهم باسم الدين باسم الإسلام إنه هذا يوجد حرمة للمسجد، كيف تفعلون هذا ويوجد حرمة للشهداء؟ لم يعبأوا حتى حملوا الشهداء دون أن يصلوا عليهم. وكانت الأحداث في سوريا لسه أحداث بسيطة كتير كتير في منطقة درعا البلد، مناوشات بسيطة للغاية. مسيرة يعني واضح أن فيها غوغاء رعاع وفيها مأجورين، والمسيرة ليست فلسطينية بالمناسبة طبعاً، ليس معنى هذا أنه ما في فلسطينيين، ولكن مسيرة مختلطة، واضح أن هناك أصابع وراء هذه المسيرة. بدأوا بهتافات معادية للدولة السورية، للرئيس، للواء ماهر، لقادة المنظمات كلها، كل قادة المنظمات يعني بالمناسبة، يعني من أبو مازن، خالد مشعل، أحمد جبريل، أبو موسى، لم يوفروا أحد. يشتمونا أنه والله كيف هذول استشهدوا، وكأنه إحنا اللي دفعنا الناس إلى الجولان.
علما احنا حذرنا الناس ان يذهبوا الى الجولان، فبدات الناس تقول لا انتوا اللي دفعتوا الناس. هذا في هناك ناس مركزيين يقودون هذه الحركه اللي كانت موجوده، انه والله قولوا والله هذه الفصائل والقيادة العامة بث إشاعات يعني هي التي هي التي دفعت الناس وتخلت عنهم. يعني تم بث إشاعات وتحريض الناس من جهة وتحريض الناس. ذهبنا وقررنا أن نبقى في مبنى أمام مبنى الخالصة، وهو مبنى ثقافي تربوي مجمع تابع لجبهتنا، ليس على طريق المقبرة بالمناسبة، يعني في منطقة جانبية بالمخيم، منطقة في نهاية شارع 15. يأتينا خبر أنه حالة من الفوضى والهرج والمرج تسود المقبرة، وعدم احترام مقام الشهداء، وعدم احترام يعني حرمة الشهادة والشهداء. سألنا من يقف وراءهم؟ قال لا نعرف. وجوه جديدة، يعني ليست وجوه مألوفة من الفصائل الفلسطينية أو حتى من أبناء مخيم اليرموك، وجوه يعني غريبة. لكن من ملاحظاتنا لهؤلاء الناس أن العديد منهم كان يتعاطى أو متعاطي الحبوب أو متعاطي المخدرات، وبالتالي كانوا فاقدي العقول. بالانتساب إلى الكلية أو إلى الجيش السوري أو الدخول إلى الكلية الحربية السورية، لأنك حصلت على الجنسية السورية بعد الخروج. إحنا حصلنا، لأنه الفلسطينيين كان لهم ترتيب آخر يريد أن يدخل. إحنا بعد ما أجينا من فلسطين خلال سنة زمان كنا أخذنا، يعني خالي صبر العسلي كان رتب لنا الجنسية السورية، صرت أنا سوري الجنسية. صحيح. بس أنا رغم سوري الجنسية أقول أنا فلسطيني. صحيح. إحنا في بعثة بدها تروح من سوريا لمصر، في بعثة عربية من كل البلاد العربية بعد العدوان الثلاثي مباشرة اتفقوا في القيادة المشتركة إنه يصير جيوش عربية كلها تبعتوا ويدخلوا على الكلية، حتى هالضباط يبلشوا يعني لغة واحدة تفكير واحد. بقيت هناك في مصر حتى 59 تخرجت ضابط، وكنت من الناس أيضا المتميزة في دورتي، مواطن عادي في الشارع يقول والله أخي النظام خلص، هاي خلص السقوط، ويمكن يا يطلع يسافر يا يقعد ببيته ويسكر على حاله الباب يقول متى أسمع أنه قد سقط النظام. لكن إحنا كقوى ثورية منذ بدء هذه الأحداث، أنا جمعت شبابنا وكوادرنا في مبنى الخالصة وقاعة تحوي تستطيع كراسي تحط فيها 300-400 كرسي، وقلت لهم أن هناك مؤامرة. أبو جهاد، يمكن تقسيم الساحة الفلسطينية تجاه الأزمة السورية لثلاث أقسام، وأنت تصحح لي إذا غلط. فصائل وقفت مع سوريا بشكل كامل مثلتها الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة، وفصائل الناس اللي انشقوا من جبهة النضال، وجبهة النضال اللي انشقوا خالد عبد المجيد. خالد عبد المجيد، نعم. وهناك فصائل قالت هذه أزمة داخلية سورية لا علاقة لنا فيها، تمثلها الجبهة الشعبية والديمقراطية. وفصائل كان موقفها متباين عنكم أو لا، قالوا إحنا شبه محايدين أو متعاطفين ولو سرا مع هذا الاتجاه الذي ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثلتها حماس؟ لا، وحتى الجهاد الإسلامي. الجهاد الإسلامي ليست مع الفئة، لكن الجهاد الإسلامي كونه حليفا للجمهورية الإسلامية في إيران لم يستطع أن يأخذ منحة متطرفة مثل حماس. أما حماس
ما فارقة معها لا إيران ولا غير إيران، كان تحالفها مع قطر ومع تركيا، وعندها نظام في صار في 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 مصر، والأمريكان قالوا لهم خلص الإخوان المسلمين سيحكمون، وهي في في تونس الغنوشي خلص كمان السلام. فمنحتاج إحنا إلى الإسلام المعتدل الذي يواجه الإسلام المتطرف. محمود عباس من اليوم الأول انحاز ضد السورية، وانتوا شفتوا في الجامعة العربية كيف باعوا مقعدهم لقطر. أكناف بيت المقدس شكلت بقرار من حماس يعني بخبوين ومرتب كل قياداتهم اللي كانت من الفلسطينيين اللي موجودين، يعني أغلبهم كانوا المرافقين ومدراء مكاتب عند خالد مشعل وعند موسى أبو مرزوق. كل صراحة بنحكي شكلوا الأكناف. طب من وين هدول مالهم؟ لما جيت فكرت في موضوع الأحزاب فكرت في الحزب القومي السوري الاجتماعي وانتسبت إليه، وأنا في الشبيبة تبعهم لأنه ما بيقبلوا أقل من عمره 16 عام، فملت أنا إلى الحزب القومي السوري الذي أسسه أنطوان سعد، أنطوان سعد لعمري 14 عام. علاقتي مع أحمد من أيام الطفولة من 48 بدأت، لما اجوا مهاجر لاجئين من فلسطين الى سوريا، واحمد بيت جده وجدته يعني اهل والدته في القنيطره ساكنين، فهني اجوا على مدينه القنيطره ودخلنا كنا سوا بالصف الرابع ابتدائي، واستمرت هذه العلاقه بالابتدائي والاعدادي، ثم جينا على الشام. طبعا هو كمل ثانوي، كملنا ثانوي بس كل واحد في مدرسة، أنا دخلت دار معلمين، واستمرت طبعا العلاقات وصرنا نتعرف على الواقع السياسي والإيديولوجيات الموجودة بسوريا، وطبعا تعرفنا على الحزب القومي السوري، على حزب البعث، على مظاهرات في قرار التقسيم في لواء اسكندرون، كنا نطلع في مظاهرات كبيرة وأنا عمري فتى عمري 14 سنة. هون بدأت الثورة الجزائرية في عام 54، عارف كيف؟ شدتني إليها إنه هذا شعبنا بعد 130 سنة، هذا الشعب الجزائري يقف يتمرد ويريد أرضه ويريد تحريرها. بالإنيطرة كان صغار بعدنا وما كان في أحزاب منتشرة بالإنيطرة، في يعني نواة أشخاص أفراد لذلك، فبس كنا نحكي نحن وأحمد يعني بتلك الفترة، يعني حسنا الوطني كان نامي قليلا، نحمي عن فلسطين عن العروبة، يعني كان هذا همنا ونحن صغار، طبعا همنا بحسب وبحجم وعينا. لما اجينا على دمشق يعني اجينا مهيئين، طبعا انا اجيت مهيئ ان يكون يعني بعثي. ايضا الصراع اللي حدث في شرق اسيا في كوريا الجنوبيه والشماليه وفي فيتنام ضد الفرنساويين، هو شو منه لعب ايضا دور في إنه هذه شعوب فقيرة واستطاعت أن تنتصر على دولة عظمى مثل دولة مثل فرنسا ودولة عظمى مثل أمريكا في كوريا. طب السؤال، ليش تستهدف الجبهة الشعبية قيادة عامة؟ لسه في بداية المناوشات، لأنهم كانوا يعرفوا أن في الساحة الفلسطينية والفلسطينيين كيف هلا حاليا يأخذوهم باتجاههم، لكن الجبهة الشعبية القيادة العامة لن تسمح أنا والله للتعدي على سوريا. صارت مسيرة العودة الثانية، أخذنا قرار نحن وحزب الله أنه ما نشارك فيها، طلعت الناس بعفوية، صار في خسائر، نحن لهلأ
السلاح بالخزائن وما في شيء، ما في شيء، ما منلاقي الشهداء. ستة تشيعوا بمخيم خان الشي. المسيرة من أحلى ما يمكن والتشيع من أحسن ما يمكن، وعين الله عليه. بالمليحة بمخيم اليرموك في 9-8 أنا شباب الأمن حاططهم وموزعهم على المسيرة وعم بيصوروا فيديو. فخرجنا باتجاه المقبرة، فصارت هتافات ضد يعني الفصائل وضد قيادات فلسطينية وإلى آخره. وبالمقبرة أيضا حاولوا يعني إحداث مشاكل وتوتر وإلى آخره. واصطدمت أنا مع حاولت أسأل الناس إنه طب ما هي المشكلة، لماذا أنتم يعني منفعلين، ليش عم تهتفوا ضد الفصائل إلى آخره. في شتم وسب من خالد مشعل لأحمد جبريل لشلح لماهر الأسد لطارق الخضرة. طارق خضرة يا جبان يا عميل الأمريكان أجر وما بدنا فصائل وكذا 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 وكذا. طب احنا شو اللي عملنا؟ احنا ما عملنا شيء. احنا قلنا لا تروحوا، وانا بقيت للساعة وجه الصبح وانا انقل الجرحى. بدنا نحكي عن مكشوف قيادة ما بدنا نشوف، قيادة ما بدنا نشوف، بده يسبوا لماهر الطاهر. وبعدين اخذوا لماهر الطاهر، ماهر مرافقه طخ طلقه، اجتمعوا عليه حاصروه بمبنى، بعت مجموعه من الامن طلعوا لماهر الطاهر. انا متاكد انه كان في هناك محاوله خلق مشكله كبيره حقيقه لاحداث صدام يعني بين الفصائل وبين فبعدها انا علمت وصارت مشكله بالمقبره. لما انا حاولت اسال الناس طب ليش انتم منفعلين، ليش عم تهتفوا يعني هاي الهتافات الأخرى، بدي أفهم يعني شو اللي بدها الناس. فشعرنا فعلا أنه في مشكلة وفي تعبئة وفي تحريض وفي محاولة خلق مشكلة كبيرة. يلي كانوا لابسين اللباس وعم يسبوا لماهر الطاهر لباس شبيبة إحدى الفصائل الفلسطينية، مكتوب على على التيشيرت اللي لابسينه لباسهم ومعروفين، عم بتصور بالفيديو والفيديو اجى لعندي. طيب هدول الشبيبة تابعين للقائد اللي اجتمع مع الإسرائيلي قبل 15 يوم بالمسيرة الأولى. أنا هون عرفت إنه هذا هو زرع اللولب، هنا بداية زرع اللولب. بالخالصة كان هنالك مجموعة من القيادات الفلسطينية على رأس الرفيق الأمين العام أحمد جبريل، أيضا الدكتور طلال ناجي، وكان رفاق من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية متواجدين بالخالصة. يعني الشهداء ما نزلوا، ما تواروا في القبور، بدأت الميكروفونات جاهزة يقول اللي بحب الله على الخالصة. قبل أن نكمل القصة، هذا كله برأيك مرتب؟ احنا سنقيم الهجرة، لكن عم بسألك مين جايب الميكروفونات والمولوتوف، مين جايب الهتافات هاي؟ طب ليش، لماذا يهدف علينا، لماذا نستهدف نحن في الخاصة؟ ما لقينا إلا هدير الناس جاي، أنان الغاز 3 هندايات فيهم مليانان صوانات غاز، المولوتوف، الشنتيانات. وإحنا في مبنى الخالصة عدد المدافعين عن مبنى الخالصة عبارة عن فصيل، على يعني بحدود الفصيل. نحن كنا في مقبرة اليرموك، عدنا إلى الخالصة. بالنسبة لي عدت إلى الخالصة واستطعت أن أدخل أنا وبعض الرفاق إلى موقع الخالصة، وكانت الآلاف المؤلفة حول الخالصة، منهم من هو منداس ومنهم من هو يهتف ومنهم من كان يتفرج حبا في الاستطلاع وليس له علاقة كان بهذا الموضوع. أحيط بالمبنى وبدأوا يحرقوا المبنى، يريدوا أن يحرقوا المبنى ويريدوا أن يقتحموا المبنى. وما كان في المبنى غير يعني نحن كلنا مجموعنا كلنا ما نتجاوز 20 أو 30 شاب يعني أو أخ، يعني كان على رأسنا الأخ أبو جهاد أحمد، وهو خبير عسكري كما تعلم، يعني هو القائد العسكري الأكبر في الساحة الفلسطينية والأكثر خبرة عسكرية وميدانية في الساحة الفلسطينية. كان حريص كان حريص الأخ أبو جهاد أنه تطلق النار فوق رؤوسهم
أو تحت أقدامهم حتى ندفعهم للانسحاب. لو كنت شخص مدني بدي يروح بالأخير وقف مع والدي مع أخي بغض النظر إذا بنقول لا أنا هي قيادتي الموجودة. ناديت قائد الحرس وقائد هذه العناصر المسلحة، قلت لهم انتبهوا في مؤامرة خطيرة، الناس عم تتحرك هلأ جاي باتجاهنا مدنيين، يمنع منعا باتا إطلاق النار عليهم. أول وقتها كنت فتحت على الخزانة وطلعت العشر بنادق والعشر طلاف طلق. في عندي شاب قلت له وقت ما بيوصلوا 500 طلقة تعطيني إنذار. وأنا كنت موجود على الشباك ومعي بندقية وقاعد عم برمي حسب ما أعطينا التعليمات. أنت بنفسك؟ أنا بنفسي. طبعاً هذيك الأيام سوريا كان شرطة إن كان جيش كذا مهيئة كحرب يعني نظامية. نحن مهيئين ومعبئين ومدربين لقصة موضوع حرب الشوارع وهالقصص، فبنعرف التكتيكات وكيف بدها تمشي الأمور. أنا كنت حزين جداً بصراحة لأنه كنت أراجع، لأنه في الظلام قلت لكم بالظلام أنا لا أرى، يعني كوني لا نعم، فكنت أراجع يعني بنفسي إنه ما الذي فعلناه نحن، يعني ما الذي يعني أخطأنا فيه في مسيرتنا الطويلة، يعني أكثر من نص قرن من الكفاح والعمل والمقاومة من أجل شعبنا وقضيتنا، يعني هل نكافأ هكذا، هل يعني نجازى بهذا الشكل؟ يعني فتواصلت مع المسؤول في لبنان، وصلت كان أبو النورس نضال الله يرحمه، وفي رفيق أبو راتب كمان من القيادات الموجودة في لبنان، قلت لهم أنتوا بتعرفوا شو عم يصير؟ قال بنعرف، شو بتقترح علينا؟ قلت له بتجيبوا مجموعة من الشباب بتكونوا عندي بأسرع وقت ممكن. وطلع الناجي يتصل، حتى اتصل في خالد مشعل، هدول حلفائنا وجنب منا، والله يتدخلوا لا ودربتم مقاتلين لهم في معسكراتكم ولديهم مقاتلين وقال لكم اعطيناهم قسم من معسكراتنا. قال له ايه والله انا خالد مشعل والله اتصلت بالمسؤولين بفلان وفلان 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 وعدوني خيرا. كيف وعدوك خيرا واحنا في حرائق عم بتتم في المبنى؟ اشتعل المبنى، احنا عم نطلع من 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 طابق الى اخر، المبنى يحترق والمبنى يحترق والناس حوله والناس حوله بالالاف. وطمع الشاب مسؤول التذخير قال لي بقي 500 طلقة، قال له أبو جهاب بدنا نغادر، ما في مجال، يعني البنايات عم تحترق، البناية كلها عم تشعل، الدرج ما فيك تحط إيدك على الحيط تنشوه. بعدين بالنهاية الرئيس بشار الأسد اتصل بالمسؤولين عن أجهزة الأمن، وكان علي مملوك رئيس أجهزة الأمن الداخلي، قال له أنا بحملك مسؤولية حياة أحمد جبريل، فاضطر أنه يدفع قوة غير مسلحة، واتصلوا فينا أنه هلأ جاي قوة فأنتوا انزلوا من المبنى إنه بيحموكم. فإجت هذه القوة فتحت مثل ثغرة صغيرة، وطبعا أكلوا قتلوا إلى آخره والمواضيع هاي، ونزلوا قالوا لي انزل أبو جهاد طلال وحتى خالد ابن عمرين، قلت لهم انزلوا يلا أنتوا يلا أنا جاي وراه، لكن أنا ما رح انزل وأترك باقي الشباب في مبنى الخالص. عندما خرجت أنا وكنت أعتقد أن أبو جهاد أمامي، يعني اكتشفت بعد خروجي يعني بعد أن وصولي إلى الأمان أن أبو جهاد ما زال في المبنى. خرجنا من المبنى ومعي هذه المجموعة تحيط بي، أحد الأشخاص من الرعاة يحمل قضيب حديد سميك انهال به علينا، وأنا كنت باعتباري أطول واحد، جاء القضيب على رأسي فشج رأسي يعني 7 قطب في رأسي، والدم بدأ يسيل على وجهي ويغطي عيني اليسرى الوحيد اللي أرى بها، الدنيا ليل. فالإخوة اللي معي كانوا يمسكون بي ونركض
باتجاه السيارة، فقلت لهم أنا لا أرى شيء، لا أرى شيء، فإذا وقعت يقع كلهم إلى جانبي، وعندها نذهب يعني يقتلونا. طب ما فتحنا الباب، الضغط بالبناء عالي كتير نتيجة الحرق، ما فتحنا الباب إن نزتينا من جوا لبرا. طب ما صرنا برا، أبو جهاد طلال حاوطوه السوريين، كان بعت له اللواء علي مملوك أساس إنه يكون أبو جهاد أحمد معاهم، ولقيت حالي أنا قاعد مع أوبة المسلحين لحالي، معي مسدسي في 5 طلقات. وبقيت مجموعة أخرى بالخالصة على رأسهم رفيقنا الأمين العام المجاهد أحمد جبريل، وكان بعض الشباب الموجودين معهم. نحن انكبينا لبرا نتيجة الضغط اللي جوا، الاحتراق صار ضغط عالي، وما فتحت الباب برا ضغط منخفض، صرنا جوات الجمهرة. اهتموا بأبو جهاد طلال على أساس أبو جهاد أحمد معاه، وأنا ظليتني وراي أبو العبد ناصر، والله هو أبو العبد عم ياكل السكاكين وأنا عم بتفرج عليه. أكل يمكن 22 سكينة. أنا دقيت له قلت له نحن حضرنا العدة وجايين. قال لي أنا ماني مقادر ناطركم. قلت له أنا ماني مفشلك. رفضت. والقبطان والقائد ما ممكن ينزل إلا آخر واحد، وما بينزل إلا إذا سفينة بدها تغرق. وأنا شاعر إنه احنا سفينه لن تغرق. فكل المهاجمين لمقر القياده تبعنا فكروا الجيش فات بكميات هائله من العناصر، ففكروا في هجوم كبير. نحن قسمنا مثل ما قلت لك، قسمنا مجموعات بين الحارات، كنا عدد قليل ما كنا عدد كبير. خرج الجميع وبقيت مع المقاتلين. بقيت انا موجودا مع هؤلاء الناس للساعه الواحده ليلا. كان التوجيهات للجميع انه نحن فايتين كمؤازرة، ويعني بدنا نعمل حالة رعب اكثر ما تكون هي حالة صدام. احنا كنا لازم نكون بين الأموات ومسحورين في الشوارع، او كان نقتل مئات الأشخاص. مثل برجع بقول لك، عملية اطلاق نار بس بالهواء دفعة واحدة بين كل الحارات على صرخة واحدة، طلع صوت من الحارات هائل، هربت الناس، فتنا فورا زي بيقولوا مثل طوقع منك مثل كماشة حوالين المبنى. كان أمامنا خيارين صعبين والله يا أبو جهاد. خيار يا أما والله نذهب ونسحل أو نقتل مئات، لكن كان الحل الثالث كيف نصمد ونضرب بحيث ما نخليهم يقتحموننا إلى حين ما يأتوا رفاقنا ويفكوا الحصار عنا. فوصلت القوة، عندما وصلت القوة هربوا كالفئران يعني بصراحة أمامه، وسيطر على المنطقة. وعندما تحدث معه كان ساعة الواحدة ليلا، كان يجلس على كرسي أمام المبنى وقد سيطر على كل المنطقة في ذلك الوقت. يعني نزل صار يتفقد المبنى، احنا اختنقنا. طب هو كرجل مسن بالعمر أو كذا، تفقد الأضرار، قال يلا جيبوا الورشاتنا نبلش. هذا هو اللي حصل في مخيم اليرموك، هو ناتج عن الطلب الإسرائيلي في موضوع نحن نريد أن نزرع لولب. هذا اللولب هلأ تستطيع أن تقول حول مسيرة؟ كانت أحداث الحادثة يعني الهجوم على مبنى الخالصة بداية التداعيات في المخيم، لأنه بعدها بدأت تأتينا التهديدات أنه سنكرر المحاولة مرة أخرى لتدمير المبنى ولحرق المبنى ولقتل يعني قيادة الجبهة، لأنه أنتم تقفوا إلى جانب القيادة في سوريا، إلى جانب الدولة السورية. يعني أنا كنت أقول يعني لو حادث هذا الموضوع من خالد مشعل، هل كنت أنا ممكن أترك خالد مشعل إلى الصباح؟ لو حدث هذا مع رمضان عبد الله، هل كنت أنا؟ والله كنت أنا بنفسي كنت مستعد أقود الناس لأنه هدول حلفائي، لكن ما العمل؟
قعدوا يتفرجوا عليك يعني أبو جهل؟ قعدوا يتفرجوا علي منتظرين شو راح يصير. عم يتفرجوا وشوفوا النتيجة. مسؤول السلطة في 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 الضفة الغربية محمود عباس جمع اللجنة التنفيذية المشاركة فيها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وطرح وأخذ قرار هي حالة أحمد جبريل إلى المحكمة لأنه قتل وأطلق النار على المشيعين للشهداء أطلق عليهم وأوقع 200 قتيل بين المدنيين. تخيل هذا الموضوع. الحصيلة نحن فقدنا 3 شهداء هم قتلوهم بدم بارد، أحدهم حارس أغلقوا الباب عليه وكتوا البنزين وحرقوه في داخل غرفة المحرس، آخر وهو مسؤول الإقليم في سوريا رجل محترم عضو اللجنة المركزية أبو العبد ناصر من مخيم سيد زينب أن يحاورهم يا شباب لا يجوز هذا، طعنوه 50 سكين 50 طعنة ثم جردوه من ملابسه وسحلوه على الطريق ربطوه بكاب وسحلوه على الطريق. تخيل هذه الأخلاق المنحطة يعني هذا الحقد. الخسائر بالنسبة للمدنيين في هنالك كان 3 قتلى وحسب معلوماتي ليسوا من إطلاق النار الذي كان يحصل من الخالصة، ونعطي دليل على ذلك. في هنالك أحد الأشخاص كان يجر عربة القمامة هذا بشارع 15 الاتجاه الغربي، فجاءته الطلقة من الخلف أي جاءته من منطقة الحجر الأسود اللي هو حي الجزيري المواجه للخالصة، وهذا في شريط ومسجل بالكامل حول كيفية إصابته من الخلف ووقوعه على الأرض. هذه الإصابات فقط التي كانت أثناء هذه الحادثة، لكن للأسف الإعلام هول كثيرا بهذا الجانب. ومن ثم بدأت أجهزة الإعلام 100 شهيد 100 قتيل في مخيم اليرموك، نزلوا بعدين 60، نزلوا 40، نزلوا بعدين 20، بعدين نزلوا 10، إنه والله عدد الشهداء 10، في قالوا لا أقل من 10، وهم 3 من عنا و3 من المدنيين. قلوا لقائد الكتيبة أرجوك يعني أنا دائما حط بهالقطاعات الأمامية. تعرفت على فلسطين على الحدود السورية الفلسطينية كلها بكاملها، درست خرائط الألغام السورية المزروعة، في عنا ورشة نجارة سرية كبيرة، في ورشة نجارة ورشة نادي ورشة، فصرت استغل يوم الخميس الجمعة مرات يبقوا بإجازات فوت أصنع لغم خشبي أخذ متفجرات حطها فيه هذا، ولكن هو خشبي صناعة محلية. أنا ما أخذ إجازة، أهلي عاد حاجة إلي في دمشق وشوفوني، أخذ السائق تبعي أطلع لمنطقة أقرب ما يمكن للحدود، قل له للسائق خليك هون أنا راح أغيب عنك 5-6 ساعات 9 ساعات. تجتمع لجنة الهدنة ضباط سوريين وإسرائيليين مع أمم متحدة يناقشوا، شاكين فيه بس ما في إثبات يعني الماضي، ما في غير أنا والسائق، سائق عام. علاقتي بالمقاتل بالجنود كانت علاقة كبيرة كثير. كان دنيا شتاء، يوم بتذكر دق علي اللواء بالمكتبة
فتحت له الباب فات وين تشرب قهوة شاي كذا إلى آخر أصحاب أنا وياه صحيح مسؤولي بس أما أنا وياه أصحاب كثير قال لي يا أحمد شاكك فيه؟ إنه شاكين فيه في شيء منه يا أحمد أنا بثق فيه لإسكندر قلت له تحلف لي يمين قال لي بحلف لك 100 يمين قلت له نعم أنا قال لي لك يا أحمد أنت عم تنزل لحالك افترض أنه أنت راجع كمين من كمائن الحرس الوطني عارف كيف؟ شافك واشتبك معك ومسكه رح يقولوا عنك جاسوس كنت عند اليهود قمت أنا طبعت 2 ضباط صف من السرية أبضايات وشجعان صاروا يروحوا معي صرنا 3 مو 1 بدل أن تتوقف شكلت خلية يعني. صرت لا مش مو بس اتوقف بحيث أنه والله 3 هذول ما حدا بيقدر يقول لي أنا رايح جاسوس هذول 2 راح يقولوا احنا رحنا كل واحد منا حامل لغم عارف كيف في الموضوع هذا بين نكبة عام 1948 وأزمة 2011 الكثير من محطات المقاومة من جهة والتآمر من جهة أخرى نستعرض ما نستطيع في حلقات هذه السلسلة لنكمل حكاية المخيم مع الحلقة الأخيرة ونحاول فهم الأحداث المتعلقة في سياقها التاريخي في الحلقة المقبلة سنتحدث عن الشهيد جهاد أحمد جبريل القائد العسكري الفذ الذي اغتاله الموساد في بيروت أحمد جبريل سيتحدث عن ملفات الأقليم الحساسة بين الأعوام 2000 و2005 من وفاة الرئيس حافظ الأسد وملابسات انتقال السلطة في سوريا وموقف القيادة العامة من المبادرة العربية للسلام وغزو العراق واغتيال رفيق الحريري